ولوم على رئيس سطيف للفريق سطيف ولا ولوم على اي اخر. انا نقدر نقول باني من هذا الصفات وهذا الاشياء هذه من فروض ما تصراش، لان هناك شباب كبير كبير اللي ناويين باش يتالقوا ويبرزوا على الساحه العالميه وتكسروا عن طريق هذه الاشياء السلبيه. يكون اتحاد وتنسيق ويكون دراسه معمقه لهذا الموضوع مع رئيس الاتحاد لكرة القدم سي زرشي والرابط الاحترافية مدوار وكذلك الزميل سيد علي خالدي، لازم يكون جلسة ونتكلموا على هذه الأشياء ونحاولوا نديروا دراسة معمقة ونشوفوا التدابير ونشوف الإجراءات اللازمة باش يعني نمنعوا من هذه الأشياء ما تصراش.